راكش جالس تما فهاد القهوة هو داز من حدايا يلاه غيحل المحل عاد خلى البوطة واقيلا منفسه ولا هادي جاي خشي بريز ديال الضو تفرقع هادشي كامل طار حنا طرنا من الكراسة من اللعب حنا الشانطي هو خرج كامل محروق دخل عندنا القهوة بغى يكب عليها الماء حنا كنقولوا له حيد ما تكبش عليك الماء مع اللحم كينزل ليه على وجهه ويديه صافي جات لومبيلونس داتو 35 عام 36 باقي صغير 36 بحال هكا علاش انا سمعت حتى حاجه غير ديك صحاب داك التران دخل فيا صافي هادشي اللي كان صحاب مني خرج لقيت هادشي كلشي مليح لها راه راجع عندي فيه السكر مرض بالقلب طانسيون راه بحالي معايا دخل دخل ليا للدار راه بحالي انا معايا داخل ما عرفتش صافي باش تبلي تاع صحابي كنقول له راجل غير ندخل حتى ندخل وهو مسكين بقى فيا تحرق هوايا هو الله يعمر ليه الدار مزيان درويش ما نكذبوش على الله دراوش اللهم لك الحمد ملي جات سليمه ما طرا فيا والو الحمد لله والله شافي حتى هو لبنيته هذا ما نقول وي راه كيشوف راه هو شاف الشق راني مضروره ها هي من هنا عندي من الداخل البيت النعاس